دخلنا في مبادرة وتحالف ان احنا نعمل اسقاط من الطائرات احنا واشقائنا في الامارات وقطر وامريكا وفرنسا ودول كثيرة، مش عايز يعني انسى حد، لكن كل ده ارقام لا تساوي ابدا ابدا المطلوب. انت بتتكلم في الاف الاطنان محتاجين ندخلها يوميا لاحتياجات الناس، فاحنا بنتكلم على ان احنا نصل الى وقف اطلاق النار هدنة يعني، ونصل الى ان احنا ندخل اكبر حجم من المساعدات عشان نغيث ويبقى في احتياجات والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وايضا السماح للناس اللي موجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح. انا اقول دايما ان اذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى في فرصة حقيقية ان يبقى في دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية، ويبقى في فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر. بصراحة اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الامم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف بيها من جانب الدول الكبيرة. اذا ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان في ازمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزائنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.